تزينت ستة من ملاعب مونديال قطر 2022 لاستضافة بطولة كأس العرب التي ستنطلق منافساتها في 3 نوفمبر الحالي بمشاركة 16 منتخبا من قارتي آسيا وإفريقيا. وستشهد البطولة الإعلان عن جاهزية ملعبي البيت ورأس أبو عبود لينضم إلى باقي الملاعب التي سبق الإعلان عن جاهزيتها، وهي السادات الجنوب والمدينة التعليمية وأحمد بن علي، وكذلك ملعب الثمامة الذي أعلن عن جاهزيته خلال نهائي كأس أمير قطر خلال الشهر الماضي. وتقام بطولة كأس العرب للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتستمر على مدى 19 يوما يلعب خلالها 32 مباراة. والبطولة تمثل انعكاسا لشغف شعوب المنطقة بالساحل المستديرة، كما تعد فرصة مثالية لارتقاء بجاهزية العملية التشغيلية والمرافق الخاصة بنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي تنطلق بعد أقل من عام من ختام منافسات كأس العرب. كما يتيح جدول مباريات البطولة العربية الفرصة لحضور المشجعين أكثر من مباراة في يوم واحد. وأصدرت لجنة الإرث والمشاريع القطرية تقريرا حول الملاعب الستة وجاءت كالتالي: ملعب البيت، الطاقة الاستيعابية لهذا الملعب 60,000 مقعد، ويعد أكبر استادات مونديال قطر 2022، ويستضيف 5 مباريات خلال بطولة كأس العرب، بداية من مباراة قطر والبحرين في أول أيام البطولة، وختاما بالمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر. ويقع الاستاد بمدينة الخور شمال العاصمة القطرية الدوحة، وهو يجسد البيت بتصميمه المميز الذي يعد جانبا أصيلا من الثقافة العربية، إذ استوحى تصميمه من بيت الشعر الذي سكنه العرب في أنحاء المنطقة. ملعب رأس أبو عبود، الطاقة الاستيعابية لهذا الملعب 40,000 مشجع، ويمتاز بتصميمه الفريد وطريقة تشييده باستخدام حاوية الشحن البحري، ليضع بذلك معايير جديدة في عالم استدامة البطولات والفعاليات الكبرى. ويحتضن الملعب 6 مباريات خلال بطولة كأس العرب، تبدأ في أول أيام البطولة وتختتم بمباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث، وهو أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، حيث من المقرر الاستفادة من أجزائه في تطوير مشاريع رياضية أخرى داخل قطر وبلدان أخرى بعد إصدار الستار على منافسات مونديال 2022. ملعب الثمامة، الطاقة الاستيعابية لهذا الملعب تبلغ 40,000 مشجع، وأعلن عن جاهزية استاد الثمامة الشهر الماضي خلال نهائي كأس أمير قطر، وهو مجهز ليستضيف عدة مباريات في مونديال العرب ابتداء من الأدوار الأولى وحتى الدور قبل النهائي. وأبدع المعمار القطري إبراهيم الجيدة في تصميم الاستاد المستوحى من شكل القحفية، وهي قبعة رأس تقليدية يرتديها الرجال والصبية في أنحاء الوطن العربي، ويعد أول ملعب مونديالي يصمم بأنامل قطرية. استاد أحمد بن علي، الطاقة الاستيعابية لهذا الملعب تبلغ 40,000 مشجع، وجرى الإعلان عن جاهزية استاد أحمد بن علي في ديسمبر الماضي عندما استضاف نهائي النسخة 48 من كأس أمير قطر، وهو أحد الملاعب المقرر أن تحتضن مباريات دور المجموعات في كأس العرب. وبعد انتهاء مونديال قطر 2022 سيصبح ملعب أحمد بن علي مقرا لنادي الريان الرياضي. ملعب المدينة التعليمية، الطاقة الاستيعابية لهذا الملعب تبلغ 40,000 مشجع، وهو أحد الملاعب التي ستحتضن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب، وكان قد شهد نهائي كأس العالم للأندية أوائل العام الجاري. ويقع استاد المدينة التعليمية المعروف باسم جوهرة الصحراء في قلب المدينة التعليمية، وهي مجمع تعليمي نابض بالفكر والمعرفة والإبداع. وعقب إصدار الستار على منافسات كأس العالم، سيغدو استاد المدينة التعليمية وجهة رياضية وترفيهية تلبي احتياجات وتطلعات كافة منتسبي جامعات ومعاهد المدينة التعليمية. ملعب الجنوب،
الطاقة الاستيعابية لهذا الملعب تبلغ 40,000 مشجع، ويقع في مدينة الوكرة جنوب العاصمة القطرية الدوحة، ويعد أول استاديو شيد بالكامل خصيصا لاستضافة منافسات كأس العالم 2022. واستوحت المعمارية العراقية الراحلة زها حديد تصميم الاستاد من أشرعة المراكب التقليدية التي حملت القطريين إلى عرض البحر للصيد والبحث عن اللؤلؤ، والذي شكل النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان قطر والمنطقة. ومن المقرر أن يستضيف عدة مباريات في كأس العرب حتى الدور ربع النهائي. جميع هذه المنشآت الرياضية شيدت تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي مؤسسة حكومية أسست سنة 2011 لتتولى مسؤولية تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال قطر 2022.